السلام عليكم، حياكم الله ملزلزين يا مكلبزين في الحلقة الثالثة من ليتل نايت ميرز. طبعا وصلنا إلى مكان يعتبر إني ذكرت فيه، فقبل أن نبدأ لا تنسون اللايك، التعليق، الشاهي، وخلونا نكمل. آخر مرة كنت أحتاج أتوقع العتنة، فخلوني الحين أطمر على المكتبة هذه. الله يقطعك الوسخ. ما اسرع صادري الكلب. بسرعة 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 بسرعة. جالس اشوف انا شمعة فوق. اطلع فوق يعني. ول قطيت عشان يروح هناك. ول 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 ترى يمديه يصيدني، يدينه طوال. في هنا بعد. الحمد لله، سود الله وجهك الكلب. هذه العتلة. ماما ماما القطيها. وين اروح الحين؟ شلون ارجع الحين ورا؟ خلوني اركز، لاني في الحلقه اللي راحت فيني يعني فهاوى ولا تقارن باي لعبه، فخلوني هنا اركز. ها العيد 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 راح يجي الحين، راح يجي راح يجي. شغلت التلفزيون. ابي يجي من فوق ولا من تحت؟ لا شو جاب من هنا. ايوه ايش بيسوي؟ تفرج حبيبي تفرج، مطولين احنا ترى. مريض، خلص يا ولد. انزل. هاي صيدك. دير بالك لا يصيدك. يعني استناه لين يفتح الغرفة. لا يا السرسري. لا يا السرسري، شوفي راح من هناك. لا تكفى لا تصيدني، تكفى امي تباني. والله لا اوريك، والله لا اسحب فيك يا شيخ تسحيب. والله لا اعلمك اصول التسحيب. تعال تعال. صص صص. هذا امن مكان، ما يمدي يجيني. شوف 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 يا جعل يدينك الكسر. شوف شوف سود الله وجهك. خلنا ناخذ البتاعة دي وقطعينا. راح وراه
أدنى حركة يحس فيها. هو المفروض أطفيه ده. خلى التلفزيون وخذ حقتكم. طيب حبيبي انا اخذها واجلس هنا، اجلس هنا ما علي مني. سرعة تفرج تفرج. ايوه يا رب ما تخلص، يا رب يبقى شغال طول اليوم. ما حد درى. افا لا يطلع لي واحد ثاني الحين. يا مش على هذا وما حد داري عنك. افا وش الكوره ذي اللي طاحت؟ اكفخ. شيلها شيلها. الحمد لله ما بغيتي ولا. والله اني داري ان الكلب بيجي. خلاص خلاص خلاص. يا الكلب أبي يمسكني الحيوان. أفا وين جيت؟ قلت يمكن يمكن ما يجيني شيء. بس 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 الحين اكمل، مع اني احس اني بحتاجها. لا والله اني داري اني بحتاجها. ما قلت اسحبها. عشان الباب بس. بعدين تشكا تشكا. عاد ما كنت ادري عاد وش هو حاسسات يعني. ادري وش الباب ورا الباب ما ادري. لازم ابقى متمسك في الباب ما افكه. افكه الحين. اي الحين افكه. اي مو على طول درعمه. لا ما ينفع الحين. لازم اركز، لازم اكون يعني متنبه لاي خطوه يعني تكون عندي خطوه استباقيه لاي شيء راح يجيني. بس تاكد انك حطيت لايك قبل كل شيء. الله حس انه بيطيع علي من فوق. اروح من هنا. لا ما تروح. ول 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 حبيبي. خلاص حبيبي في فرصة اذا قام يمسك اللي فوق. فرصة فرصة واضحة جدا. ها خفت يا الفار؟ صحيح انك فار. يمكن هو قصده كان يبي الفار ما يبيني. الله يقطع وجهك يا شيخ. الله يقطع وجهك. وراي بالضبط. لا
المكان ما راح يتحمل. أنا هنا أبي فوق، شلون؟ صادة! أبي فوق، شلون؟ يمكن من هنا، لا والله. صيدة! أنحش! تحسس الكلب. أرجع على يده مثلا، أخاف أستغل يده كجسر، بس هو يمسكني. يمكن يوصل للفتحة اللي فوق يفتحها هو. الله ما أدري. ركاد، هذا المكان أمان بس ما أدري لمتى. ما ضبطت صيدة. هذه اطلعها لعنده. انحش. صيدة. والله اني داري فيها شيء. ايوه، اشيل هذي ولا اخليها ولا شو اسوي فيها؟ صيدة اللي عنده فيها شيء، طلعت منها حاجة وشكلي اكسرها او ادخل فيها. صح، بالله المشكلة ما يقدر اشيلها. باقي فيها حديدة عنده. باقي هذه. ذبحت اخيرا، سبحان الله. يدينا اللي انا ما احبها انقطعت، كنت ادعي عليها اقول يا رب تنقطع يدينا، يا رب انقطعت الحمد لله. ول هاي هذا ضب يا ولد. بشكله اخيرا فكني الله منك الوسخ، تقطعت يدينا وسخ. يستاهل ما جاء، الحمد لله خلصنا منه. الحين بنشوف ايش فيه هنا. ايوه، اصحي ماما، مو وقت نوم. ها، تحب النوم واجد. الحين اطلع فوق، واضح ان اللعبة كل مالها في المراحل تصير اصعب من ناحية الالغاز. طبعا تقولون اطمر على هذه، لا دقيقة الركادة زينة. اول شيء خلينا نشوف وش هذا اللي طايح هنا. هذا عشان تركب على ذا زي كذا. وين بيوديني الحين؟ اعوذ بالله، وش يطلع ذاك بعد؟ شي يسوي ذا؟ لا يكون زعيم ثاني. لا ما لي خلق عاد. انزل. الجوع ذا مو وقته ترى.
هذه كل شوي تجوع. وخر يا غار وخر، ما عندك عيشة، ما عندك أكل، بلعة بلعة. يمكن فيها أكل، الأكل هناك، هذا الأكل، جبن. وخر وخر يا فار وخر، أكل الفار. ول وصلت للمرحلة هذه، صرت متوحش الحين، زومبي. افنش، بس ما أكلت شيء من الفار، كل كلت رأسه بس. المهم شوف ايش فيه هنا، شبي الولاعة. طيب طيب يدف هذا ويطيح. الحين ندعس مرة ذي، بمشي درعمة. لا تركت تركت، شوف الدمان ذي سايحة هنا، ساحبين واحد هنا، خذها وياي ذي ولا وديها هناك ولا وش القصة. خلوني ادفها. اوه دقيقة دقيقة، شكل في هنا مغسلة او مطبخ، مطبخ ولا مغسلة ما ادري، بس الوكاد. خلوني الحين هناك اشوف ايش فيه، بعدين اذا ما فيه اروح من هنا. انت كذا نظامك. يا كلبة، مطبخ، تسمع صوت واحد جالس يحد السكاكين. هذا بيصلخني لجيته. أعوذ بالله، عز الله ياكلني ولا يفكر فيني. وش الهرش ذا؟ ول خلصنا من ذاك ابو يدين طويلة، وجانا ذا الهرش غير ياكل من هالنعمة. ايوه لا 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 لا، هذا يشوف، هذاك عمى، هذا يشوف. ول ما عندك يدين طويلة، ما انت زي ذاك شحوم ولحوم. هذا يشوفني دايركت، تحداك دب ما دخل ينزل يطالع. لا دب كسول كسول مرة، ما دخلك. شوف 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 الشحوم ذي، شوف الجنوب ذي اللي يا الله يا الله. بس يشوف أمانة، هذا أقوى من ذاك من ناحية إنه يرى. ممكن يصيدني وممكن لا. بس دب، احنا ما فينا دب. شغلت الميكروويف شاف. قول ايش بتسوي فيني؟ مرقة. طيب العادة من هنا. صص 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 صص. يا جماعة ركادة ركادة، الموضوع ركادة. استهنت في قدراتك أيها الدب وطلعت لا تقهر. الله أوريك يا شباب. سريع. صص صص. أيوة تأكد من النار إنها كويسة. يا كثرة قدورك.
تطبخ أنا داري. في قفل وبعد القفل نفتح الباب ذا. وين أحصل هالقفل ذا؟ أنت يا ها. أظن القفل لازم أطلع فوق على ذا. بس ما شاء الله يا ريحة طباخة حلوة. شميت عشان طلعت لي من الجهاز. كذاب عبد الله. ترى دب ما يقدر. آه فوق زين. دب ما يقدر يطلع ولا يقدر يتحرك. فأشوف شو الاستهبال يا جماعة. أرفع ضغطه شوي. تحداك على تطلع فوق. عبارة عن كتلة شحمية. ما تقدر. ما تقدر. لا تصيح. خذ خذ بقط لك ذي. خذها خذها. خذ ذي طيب. مفروض اني قطيتها عليه. بس يلا ما يخالف. مسكين. يا عزايا ذاك يمد يده بس ويشيل. راقبني. آه طيب أخس عند القرش هذا أبوه. طيب هو يقول طيب مصيرك مصيرك تنزلين. غلط إني جيت من هنا. أوكي ما يخانه. راقبني يا كلب. خليك تراقبني وأنت تضحك. خلاص هديت. بعد قلبي والله. خذها على راسك. ماني كاسر في المطبخ حقي. انا كله بس انظف. قدرك. المفتاح هنا عند الاسماك. السمك تحطها في قفص. سعد لي جوك يا شيخ. حط الاسماك في القفص يخاف لا تهرب. طيب اروح هنا. هذه افضل من مرحلة الصراحة ابو ويدين. حسيت في متعة مع الدب صراحة. ابي الحمام الحين. الدب حسران. عيالي عيالي عيالي. ابوكم ابوكم يا عيالي. اعوذ بالله. ذا واحد النايم ثاني. اخو المتبتب اللي هناك. خلي انت بعد دور. قام المتبتب. قام كريشان قام. ولع اللمبة. منو هني؟ منو عندي؟ هيا المتبتب حط صورته بعد. مستانس في وجهك انت وجهك ذا. راح لاخوه. جوعان. راح لاخوه. بروح اشوف المطبخ وش فيه بلعه. راح ياكل. كسر غرفتك شوي على ما تجي. عنت الله. دقيقة مفتاح اكيد انه عنده. المفتاح عنده 100%. اطلع اطلع. هذا كريشان وذاك شحيمان. سميته انا سامي كريشان شحيمان. شحيمان اللي في المطبخ وهذا كريشان. كريشان راح لدورة المياه عزكم الله. أكيد إن المفتاح عندك هنا صح؟ هذا المفتاح. يرجع الحين. برجع أنام. خاف يصيدني. وأنا شايل المفتاح وياي. توقعوني يطيح علي. أفا وأنا ملزلز. والله انطاح مصيبة. حط الشاهي عنده. على طاري الشاي اشرب شاي. حط الشاي عندك يغريني يعني. يلا لا 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 شيل المفتاح. هذه لا تشتغل بعد. اروح حل هذي. اضغطها يا جماعة.
يمكن اختصار او مسافه اني اروح من فوق واطامر ومفتاحي معي. لا غلط، ما عمرها صارت دي، صح ولا لا؟ فكر فيها، اروح انزل فوق مفتاح. لا يا الخطأ، لا لا لا، في خطأ صار. 1 2 مرقي مرقي، انت حكيم ولا مرقي؟ هذه وزنية خاصة فيني انا طبعا، عدتها من جديد عشان شو اسمه الصابونة تلعب. هو راح يفجر هنا في دورة المياه وانا اعلق علي هناك. كل هالصوت ذا ولا سمعته ولا علي فيك الدب، ولا علي فيك شحيمان. شحيمان شحيمان، راح لاخوك كريشان. يلا به يطفش، هو يطفش يروح ولا لا؟ راح الحمام يا ولد، مو عندي هنا. بيتحرك ذا ولا كيف؟ يا حبيبي الحمد لله، اخيرا اخيرا كريشان مشى، راح لاخوك شحيمة. الحين راح اخذ المفتاح. اذا علقت اللعبة يا جماعة الخير فاعوذ بالله، راح إذا علقت اللعبة معناتها في مشكلة، أما من اللعبة نفسها يعني أنا مني ما حملت آخر تحديث في مشكلة، أو من الكمبيوتر ما أدري من وين المشكلة، بس قهرتني يا شيخ. كسرت بريق الشاي حقه، والله يحقد علي الحين. هو هنا، تبون نخش عليه نشوف شو يسوي؟ لا انتوا لاحظت اثنين، ما يكفي واحد. ما يكفي واحد، اثنين. يا رب ما تعلق، يا رب ما تعلق، يا رب ما تعلق، يا رب ما تعلق. قط المفتاح عشان يمكن التعليقه من المفتاح. اوكي الحمد لله ما علقت، مبروك علينا. اكيد رجعوني للمطبخ، والله اني داري. ادوني عند شحيمان، شحيمان اخو كريشان، يلا يقطع من هاللحم الحمر. ما شاء الله عليك، شيف شيف ولد شيف، والله شيف ولد شيف. شوف شوف، جا جا جا، دقد دقد، شيك على النار. أبد، هو يضبط كل حاجة على الوحدة ونص. بسرعة بسرعة يا ولد. لا شايل مفتاحي معي، لاحظته. بسرعة بسرعة، الله يقرف، كل لحم في كل مكان. ما استبعد اخش دورة المياه الاقي لحم. هو يطبخ لاخوه، اخوه النايم. وين رحت انا ما ادري؟ يطبخ لاخوه النايم. اوه الفريزر حقهم. شوف شوف وسخ، الله يقرفك يا شيخ، الله يقرفك، كانك قرفتني. وش ذا بعد؟
هذه ترى ضار تكسيرها على جوائز. حكاية تأخذها وتقطها، شفتوا تكسيرها على جوائز. فاللي يبغى يشد حيله يعني اللي صاملها. أحا أروح فوق على أساس أنت ما شفت شيء تحت. والله ما أدري، أنا أحس إني بروح هناك أشوف إيش فيه، عشان إذا صكوا في وجهي أرجع هنا. إيش رأيكم؟ أنا أقول كذا بعد أطلع. ولي هاد النطة ذي، أنا أقول أروح تحت أشوف إذا في شيء ساكينة عني، يعني ما يبون يشوفه. هذه عشان اللي بيرسل لحم بسرعة يرسل. أوه هذه شو اسمه الفرامة حقت اللحم، من هنا يضبطون اللحم. أوكي عبد الله خليك على هذه. قطيت لحم طيب مرة ثانية، قط لحم بس لحم واحد. في فوق يمديني قط اللحم كله، لاحظتوا؟ مفروم مفروم لحم مفروم لحم مفروم. هذه امعاء. شو الصوت ذا اللي عندي؟ اوكي الحمى هي اجيبها هناك اطرحها. يا ولد طرحت الحامة، ترى هذه مي الحامة، أعلمكم شنو، عبارة عن أمعاء. الأمعاء يسوون منها السجق ذا أو الهوت دوغ، يسوونها من ايش يسمونها، يسوونها من الامعاء. طيب طاحت، بعدين افرمها. شفت اقعد ابيعها الحين على اقرب سوبر ماركت. عشان تكون لي جسر اطلع هناك. تو توضح لي الصورة. ها والله كأني أشوف الحمى هنا. أنا أشهد إنها. يا ولد أنت ما تشوف. حول أنت. يا ولد ماني حول، بس المشكلة إن هذه بعيدة شوي. بس 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 خلاص خلاص. الحين أروح أرجع عشان بنهي الحلقة الحين. على أساس يعني أذان الفجر. فأشرب ماء من الحين يمكن أنسى. يمكن أنسى نفسي وأنا ألعب ويذن الفجر وأكون ما شربت ماء. أيوه هذه إن شاء الله آخر وحدة. خلاص أتوقع الحين صار جسر صح؟ خالي هيلين كذا هوبا بالضبط استغليناها انها تسوي جسر. كمل طريقك وادعس. الماوس ليش طالع؟ تصدقون الماوس طالع، اخاف انه ما سجل شيء لانه هنقلط. انزل ترى ما يمنع كاسة شاي زين ولا لا قبل الأذان بشي بسيط يعني. في حفظ أقرب حفظ أنهي الحلقة. جاكا 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 مفتاح مف مفتاح مصاد
يا ولد يا ولد، هل المفتاح ذا كان فعلا المفتاح ذا؟ هاي اين الزبنة؟ بس خاف انه يبي الصندوق ذا. هو جاي، لا هو يبي جاي يبي اخذ له لحى. لا لا يا ولد، انحش يا الدوب. طيب كلب، والله كلب. انا استعجلت، مسوي ادري، مسوي فاهم الخطه يعني. المفروض اطلع ترى ما اجلس. هو يبي جبن، جاي عشان الجبن وبيمشي. انحش، والله فاجئني الحيوان. بعدين ليش هنا؟ المفروض هنا. دب نشيط، كيف يمديني اطلع الحين؟ جبنه يابسه، وين حاطه ذا؟ هاي شافني. واللي قالها الحمى كبيرة، قال اخذها ولا لا؟ صحبت عليك قال كذا. بسرعة بسرعة، ذا لا يطلع وراي بعد. هاي والله جايني يا شيخ. خلوني انتظر هنا، شوف شكله الحين جاي منغب. وينها وينها؟ شفتها بعيني. اي تعال طلعها اذا فيك خير. ابو هالخدود المترح الذي. لا هذا مزبن خفيف يعني. ابو ذا الوجه. المفتاح عنده ضعيف الوذن يا ولد، من يذكر البداية المفتاح. ها هي قوي. كمل كمل شغلك، شغلك مزبوط 100%. ارفع فيه، اسوي له شيء لهي ولد. صاده ما يقدر، شحيمان ما يقدر. واجعه ابو ذا الخدود. يلي المفتاح عنده. ما اخذه، بقطه تحت وبحط رجلي ثاني مره. تعالي تعالي تعالي، الصدوره جاهزه. شريه زعلان. شوف شوف جماعة، شوف 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 الشط، شوف الشط.
واقفي واقفي. ها اخترق الجدار، ايش رايك؟ وجعوا سحب على مندوبك. بابي وينه؟ تحت فوق تحت فوق. انا شفت باب مقفل قبل. من هنا ايه؟ من هنا فوق. وجع الله يوجعك. هذا من بابي. بسرعة بسرعة يا ولد، جاني الدب جاني عزابنا. هنا أركد مكان. بيجي بيجي، شفتوا؟ ما صدق على الله سمع صوتي. رحتا خات رايح وراه بعد تبيه. طيب انا اساسا هنا مكاني. كذا شكل هذه دورة مياه. يلا شوف وين طحت عاد. انا ما ادري النهاية قريبة بعيدة ما ادري. فهنا بتكون نهاية الحلقة الثالثة. كان وياكم بلزلز ونشوفكم في الحلقة الرابعة. السلام عليكم.